السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. إن شاء الله اليوم راح نستكمل حديثنا عن تجربة الهيدروميتر أناليسيس. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تجربة السيب أناليسيس وكيف إنه أنا لما بدي أرسم التدرج الحبيبي لمجموعة العينة من التربة بيلزمني يا شباب التجربتين هذول، لأنه تجربة السيب أناليسيس بتعمل لي إيش؟ التدرج الحبيبي للحبيبات اللي بتكون أكبر من إيش؟ من مخ الرقم 200، أو اللي هي أكبر من حجم 0.075 مليمتر. اما الحبيبات المارة على منخ الرقم 200 اللي هي السلت والكلي، هذا بتلزمنا عشان ارسم التدرج الحبيبي إلى واعرفه لازم من خلال تجربة الهيدروميتر اناليسيس. هلقيت يا شباب، احنا في التجربة الاولى لما جبنا عينة من التربة فيها اللي هي الساند والسلت والكلي، فصلنا السلت والكلي عن الساند بانه حطينا العينة على منخ الرقم 200 وعملنا ايش؟ غسيل للعينة. فجزيئات السلت والكلي نزلت ايش؟ مع الميه. فضل ايش عند جزيئات الساند او الجرافيت. فلقيت هذه جزيئات السلت والكلي اللي مع الميه لو احنا اخذناها وجففناها في الفرن، هذه بتكون ايش؟ العينه اللي احنا بدنا نعمل عليها تجربه ايش؟ الهيدروميتر اناليسيس. بتكون هي عباره عن جزيئات ايش؟ ماره من ملخ الرقم 200 وعباره عن سلت والكلي. لقيت يا شباب التجربه قائمه على ايش؟ على قانون ستوك اللي هو ايش؟ نفرض يا شباب انه عندي حبيبات التربه عباره عن كرات، وانه في علاقه طرديه بين ايش؟ بين حجم الكره وسرعه ايش؟ ترسب الحبيبات. يعني زي ما انتم عارفين انه كل ما زاد كل ما بيزيد حجم اللي هو جزء الجسم، كل ما ايش بيزيد إيش سرعه ترسيبه. فهذا ركزوا يعني شباب على، يعني لو اجازك سؤال في الصح والغلط، يعني تجربه الهيدروميتر اناليسيس تعتمد على قانون ايش؟ السوك يا شباب. يشبه هذا القانون اللي هو بيتم عليه التجربة. يعني في عنده قانون اللي هو سرعة هبوط الحبيبات، ترسب الحبيبات بيعتمد على مين؟ قلنا على قطر الحبيبة اللي احنا افترضنا انه الحبيبات عندنا عبارة عن ايش؟ كرات، تمام. لكن انا قلت يا شباب احنا بلزمنا في التجربة، بما احنا قلنا انه كل حبيبة بدها تترسب، فبلزمني اني ايش اعمل؟ اني اعمل تشتت بين الحبيبات علشان اني اضمن كل حبيبة تترسب لحال، لأن أنت بتعرف حبيبات التربة بتكون إيش؟ ملتصقة مع بعضها. ففي مادة الهكساميتو فوسفات الصوديوم اللي هي الكالجون، هذه المادة بنضيف منها تركيز 4%، بنحصل إيش؟ هذه المادة بتعمل على إيش؟ على تشتيت إيش؟ الحبيبات. تمام يا شباب. بعدين يا شباب إحنا لو هذا القانون يعني مش مطلوب منكم، بس لا يعني راح نشتاق منه شوية لحد ما نصل للقانون المطلوب منكم يا شباب. أجل يا شباب، لو احنا جينا للتجربة، أجل احنا لما نعمل التجربة اللي هي الهيدروميتر اناليسيس، قلنا احنا باستخدام مين؟ جهاز الهيدروميتر. هذا الجهاز يا شباب بكون عبارة عن أنبوب زي ما انتم شايفين، مدرج مرقم، وكمان فيه بكون عبارة عن هنا ثقل موجود هنا. لقيت هذا الجهاز يا شباب بنستخدمه مرات ليش؟ لحساب كثافة الماء أو الكثافة، كثافة السوائل. فلقيت يا شباب أنت لما تكون المية نقية، راح تكون لو أنت حطيت المية يعني كثافتها صفر واحد، راح تلاقي إنه الجهاز لو أنت حطيته راح يدي قراءة إيش؟ عند الصفر. لكن أنت لقيت لما إحنا نحط عينة التربة ونخلط عينة التربة ونحطها مع المية، فلقيت وناخد قراءة الجهاز، راح نلاقي انه في قراءة للجهاز. هذه القراءة تعتمد على ايش؟ على التربة وكثافة النوعية تبعت التربة اللي انا حطيتها. وبنلاقي انه التربة بتبدأ تترسب يا شباب، يعني حبيبات التربة احنا فرضناها كرات راح تبدأ تترسب. فأي الحبيبات اللي بتترسب بتبطل يا شباب بتأثر على مين؟ على جهاز الهيدروميتر. يعني كل ما الحبيبات قاعده بتترسب، كل ما جهاز الهيدروميتر ايش؟ عماله ايش؟ بينزل. يعني اذا كانت القراءه 20 بينزل بينزل بيقرب لايش؟ للقراءه اللي تقريبا من الصفر يا شباب. تمام؟ فاحنا قلنا يعني انه الحبيبات تبدا تترسب، يعني احنا بنعتمد يا شباب في التجربه على الوقت، عشان يعني كل وقت بعرف انا قديش قراءه ايش؟ الجهاز تبع الهيدروميتر. تمام. كمان شيء يا شباب، انت لما تيجي تاخذ قراءة جهاز الهيدروميتر راح تلاقيه انه
بسبب التوتر السطحي. انت لما تيجي تقرا التجربه راح تلاقيك انت راح تقرا من هذه المنطقه يا شباب، شايفين؟ بسبب التوتر السطحي هي القراءه راح تكون ايش؟ اقل منها، من هذه المنطقه، من سطح المي. بس انت لما تيجي تقرا على الجهاز بسبب التوتر السطحي يقولنا راح تيجي تقرا ايش؟ بالزياده، راح تلاقي تيجي تقرا هذه القيمه. ففي هذه بنسميه ايش؟ معامل تصحيح. يعني القراءه اللي انت راح تقراها يا شباب راح تزود عليها واحد. يعني لو احنا قلنا من هان بيبدا الصفر، يعني لو انت قريت 9 في معامل تصحيح تقريبا بنقول عنه واحد، هذا بسبب ايش؟ التوتر السطحي. تمام. هل قلت من قراءة يا شباب الهيدروميتر في طول اللي هو المسافة بين مركز جهاز الهيدروميتر وبين سطح الماء، هذا بنسميه ال، وهذا راح نعتمد عليه يدخل في القانون اللي بيحسب ايش؟ حجم الحبيبات. يعني بدي اعيد يا شباب، حكيت عنا بدنا نستخدم جهاز ايش يا شباب؟ الهيدروميتر. جهاز الهيدروميتر لو انا وضعته في التربة، في العينة اللي فيها يا شباب التربة والمية، راح يقيس، راح يديني ايش؟ قراءة. قلنا اول شيء القراءة راح تاخذها بدها معامل تصحيح تقريبا واحد بسبب ايش؟ التوتر السطحي. ثاني شيء انا بتلزمنيش القراءة اكتم اللي انا من القراءة بستنتج مين؟ الال، اللي هو طول المسافة بين مركز الهيدروميتر وبين ايش؟ سطح المية. ركزوا يا شباب معي في التجربة انه فيها كتير جداول ومعاملات، والتجربة جديدة عليكم. المهم، فلقيت يا شباب بتلاقي انه عشان انا اجيب حجم الحبيبات اللي بيكون اللي ترسبت، حسب القانون بيقول لك حجم الحبيبات المترسبة بيساوي ثابت، هذا الثابت بيعتمد على الكثافة النوعية للتربة، بيعتمد على درجة الحرارة في جذر اللي هو الآل على الزمن. الزمن اللي هو قلنا بالثواني يا شباب، بالدقائق، اللي هو من بداية التجربة. يعني احنا لما نستخدم الهيدروميتر راح نستخدمه على عدة فترات، يعني راح يجي نستخدم، راح نقيس، يعني اذا عملنا التجربة كمان شوي راح نحكي عن الخطوات. لما تيجي تعمل التجربة حتعملها بعد ربع دقيقة، نص دقيقة، بتضاعف الوقت، بصير دقيقة، دقيقتين، أربعة، بعدين بصير 8، بعدين بصير عندك 16 او 15، بعدين 30، بعدين ساعة، بعدين لحد ساعتين، لحد 48 ساعة. فأنت بدك يعني اللي بده يعمل التجربة بدك 48 ساعة وأنت بتاخذ ايش؟ قيم قراءة الهيدروميتر، وكل قراءة أنت بتاخذها بتحسب من خلالها مين؟ الآل والزمن، ومن خلاله بتحسب ايش؟ في كل قراءة قديش حجم الحبيبات اللي ترسبت. يعني أنا لما يكون عندي زمن قلنا بعد 30 ثانية، بعد 30 دقيقة، أعوض هن 30، أعوض طول الآل اللي كانت معاي، هيك بحصل إنه قديش حجم الحبيبات اللي ترسبت، اللي هو لقيت بيكون حجم الحبيبات اللي ضايلة يا شباب اللي هو ايش؟ لسه ما ترسبتش، بتكون اقل من حجم الحبيبات اللي ترسبت. تمام. هلقيت يا شباب بالنسبه للال، هذا راح بنجيبها يا شباب بالنسبه لهذه القوانين او المعادله، القوانين هذه مش مطلوبه منكم، كله راح تستخدموا نظام جداول يا شباب. يعني لو اجينا يا شباب لهذا الجدول، هذا الجدول من خلاله بحسب قيمه ال، اللي هو من خلال قراءة مين؟ الهيدروميتر. قلنا احنا راح ناخذ الهيدروميتر عند كل زمن، عند ربع دقيقة، نص دقيقة، دقيقة، وزي هيك. حكيت عند كل زمن قراءة الهيدروميتر، أول شيء قلنا بدنا نزود لها ايش؟ واحد، اللي هي ايش؟ معامل التصحيح اللي بنسميه يا شباب معامل التصحيح، هذا مهم بسبب التوتر السطحي، نرمز له الاف ايش؟ ام. يعني بنرمز له يا شباب اف ام، هذا معامل التصحيح. فأنت القراءة بتزود لها واحد، وبتيجي بتحسب مين؟ الطول الال. بعد يا شباب عندك الطول، وبكون عندك الزمن تبع اللي انت قست عنده، ومن خلال الثابت اللي هو الايه في القانون يا شباب، هذا الثابت اللي هو بيعتمد على درجة الحرارة، وبيعتمد كمان على الكثافة النوعية لحبيبات التربة. اي يا شباب لو اجينا يعني عندك عينه من التربه، انت العينه لما تيجي تفحصها بتعملها ايش؟ فحص اللي هو ايش؟ الكثافه النوعيه اللي عملناها في التجربه الثانيه. فلو فرضنا انه عندك والله الكثافه النوعيه 2.65 ودرجه الحراره 20، بتاخذ ايش؟ هذا هو ايش؟ المعامل ايه. فلقيت يا شباب بكون عندك اذا عندك المعامل وعندك الوقت وعندك ال، هيك بتقدر تحسب ايش؟ حجم
الحبيبات، اللي هو ايش يقولنا يا شباب؟ حجم الحبيبات. لو احنا قلنا بعد هذا الزمن بيكون هذا الحجم اللي ترسب، وكل ما بيزيد الزمن كل ما الحجم الحبيبات ايش بقل، لانه بنصل لحجم حبيبات اقل. كل ما بيزيد الوقت حجم الحبيبات الاصغر لحد 48 ساعه يا شباب بكون كل الحبيبات اترسبت. طيب هل قلت بلزمنا احنا لما نيجي نرسم التدرج الحبيبات، بلزمنا حجم الحبيبات يا شباب، وبلزمنا نسبه المار، اللي هو كل حبيبه قد ايه نسبه المار من خلاله. يعني والله عند حجم الحبيبات زي ما كنا نحكي رقم قد والله 0.0606، قول قد ايه اللي مر من خلاله، قد ايه النسبه؟ 20% من التربه 30، فهذا راح نتكلم عليه كمان شوي. فلقيت يا شباب زي ما حكينا قبل شوي، في كل زمن احنا راح نقرا مين؟ قراءه الهيدروميتر. بعد ما نحقق قراءة الهيدروميتر عشان أنا أحسب هلقيتا نسبة المار عند كل شو اسمه حجم حبيبات، بلزمني يا شباب معاملات تصحيح. احنا تكلمنا أول شيء عن معامل التصحيح للأول اللي هو ايش؟ بسبب التوتر السطح اللي هو الأف أم، لكن بلزمني هلقيت أكثر من معامل تصحيح عشان أحسب ايش؟ نسبة المار. أول شيء في معامل تصحيح يا شباب ايش؟ بيعتمد على درجة الحرارة. يعني احنا بتكون درجة الحرارة مضبوطة على درجة الشباب 20. في جدول راح يكون كمان شوي بوجيكم اياه، يعني كل استخدام راح يكون عبارة عن جداول، مش هستخدم ايش قوانين، كله عبارة عن جداول. فعند اي درجة حرارة في معامل تصحيح يا شباب. المعامل التصحيح هذا ممكن يكون يا شباب موجب وممكن يكون ايش سالب. هذا المعامل ايش بنضيفه لمين؟ بنضيفه لقراءة الهيدروميتر. في معامل تصحيح يا شباب اللي هو قلنا عنه الاف ام، اللي هو قلنا بسبب ايش؟ التوتر السطحي. في كمان يا شباب معامل تصحيح الاف زد اللي هو زيرو كوركشن، اللي هو ايش هذا؟ هذا يا شباب لما احنا قبل ما نعمل التجربه احنا راح ايش راح نساوي؟ مش قلنا احنا حنضيف ماده مشتته؟ فلقيت المادة المشتتة هذه راح تختلف. احنا قلنا لو الجهاز حطيته في مية نقية راح يديك قراءة قديش؟ حقيقة يديك صفر. لكن انت لما تحط انت مادة مشتتة، طب هذه المادة المشتتة راح تعمل ايش؟ تغيير في قراءة الهيدروميتر، لانك هذه لها راح تغير في الكثافات. فاحنا ايش بنساوي في التجربة؟ زي ما نتكلم كمان شوي في الخطوات، راح تيجي تاخذ وعاء ثاني، هذا الوعاء ما تحطش فيه تربة، بس راح تحط فيه مية نقية زائد المادة المشتتة، وراح تعمل تحط جهاز الهيدروميتر فيه وتقيس قديش قراءة الهيدروميتر. هذه بنسميها افزد زيرو كوركشن، هذا التعديل. هذا انا بدي ايش اسوي؟ بدي انا اعدل على قراءة مين؟ الهيدروميتر العادية، لانه هذا نسبة خطأ يا شباب. تمام، لان هذه ناتجة عن مين؟ عن المادة المشتتة وليست عن مين؟ عن حبيبات التربة. وهذه يا شباب ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون ايش نيجاتيف. اما يا شباب اللي دائما بوزيتيف، التعديل اللي دائما بيكون بوزيتيف اللي هو قلنا عنه بسبب التوتر السطحي، دائما بزود واحد على قراءة الهيدروميتر. اي الادوات يا شباب اللازمه للتجربه؟ شباب في تلخيص بالعربي نزلت بيا تقريبا بحكي عن التجربة بشكل ملخص وكافي، يعني عن التجربة، يعني لو قريتوه من التلخيص فيش مشكلة. زي ما قلنا لو أجينا نعمل خطوات التجربة يا شباب، وأول شيء إيش بقول لك؟ كان بقول لك لو كانت نسبة المار من منخل رقم 200 أكثر من 90% بتعمل تجربة الهيدروميتر عدل. يعني إحنا أصلا لما إحنا يعني بلزمش تجربة مين؟ السيف أناليسيس. ليش؟ لأن خلص أغلب العينة سلت وكلي، فبعمل تجربة الهيدروميتر عدل. أما لما يكون نسبة ال إيش اسمه السلت والنسبة تبعت المار من مخل الرقم 200 أقل من 90، يعني هذا فيه راح يكون عنده جزء من العينة ساعد وجزء من العينة راح يكون سلت وكلي، فبعمل التجربة الثانية سيف أناليسيز. وزي ما قلنا بنغسل العينة، بناخذ المية هذه وبنجففها، وبناخذ حبيبات التربة اللي هي اللي بتعبر عن مخل الرقم 200 وبنعملها مين؟ الهيدروميتر. تمام. اول شيء يا شباب بناخذ احنا في العينه بناخذ 50 جرام
من تربة المارة على منخ الرقم 200. بعد ذلك يا شباب راح نجيب احنا تو سلندر وعاءين، كل وعاء يا شباب راح نحط فيه المادة اللي هو قلنا عنها، المادة اللي بتعمل تشتيت أربعة تركيب تركيز 4% اللي هي صوديوم هيكساميتافوسفات اللي هي الكالكون. هل قلت هذه المادة يا شباب راح تعمل تشتيت زي ما قلنا؟ هل قلت هذا راح نضيفها يا شباب؟ أنا بقول لك راح تضيف على الفلاح. احنا في التجربة ما احنا في التجربة في المختبر بيختلف بعض الأمور مرات عن التجربة القياسية ممكن. يعني عندنا المهم احنا هل قلت راح نضيفها في وعاء قديش؟ راح نجيب وعاءين احنا يا شباب، وعاء حجمه 125 وعاء ثاني حجمه 125، وعاء بنضيف فيه ميه نقيه زائد ايش اسمه الماده المشتته، والوعاء الثاني كمان بنضيف فيه الماده النقيه الماء النقي زائد الماده المشتته. واول وعاء يا شباب ايش اسمه؟ هذا الوعاء اللي بدي اقيس من خلاله مين؟ اللي بدي اقيس من خلاله الزيرو كوركشن اللي هو ايش؟ قراءه الهيدروميتر بس باستخدام الماده المشتته والميه النقيه. فايش بساوي؟ الوعاء اللي حجمه 125 بضيفه في سلندر 1000 سنتيمتر، وبكمل باقي السلندر ميه لحد 1000 سنتيمتر. بعدين يا شباب بستخدم مين؟ جهاز الهيدروميتر، وبقيس ايش؟ قراءه الهيدروميتر، هذا بنسميه ايش؟ الكوركشن اللي هو ايش؟ معامل التصحيح زيرو كوركشن. الوعاء السلندر الثاني اللي حطينا فيه الماده المشتته، هذا بضيف عليه اللي هو العينه تبعت ال 50 جرام، وبحطهم وين يا شباب؟ في خلاط في ميكس، وبعدين بخلط العينه يا شباب لمده 10 دقائق. وبعد ما اخلط العينه هيك بنكون ايش؟ عملنا خلط للعينه. برجع يا شباب بدي اضيف العينه هذه اللي هي ضفن اللي هي ال 50 جرام زائد المشتته زائد الماده المشتته، بضيفها في ايش؟ في السلندر للترسيب، بكون حجمه قد ايه؟ 1000 سنتيمتر. فلقيت يا شباب بعد ما نضيف ايش اسمه الماده هذه، نضمن يا شباب الوعاء اللي هو عملنا فيه الخلط انه ما يضلش فيه بقايا ايش؟ تربه. فبضل ايش؟ اضيف ماده نقيه فيه، واضيف وين؟ على السلندر ال 1000 السلندر لحد ما ايش؟ اضمن انه وصلت لعند ايش؟ قراءه ال 1000 سنتيمتر. بعد ذلك يا شباب ايش بساوي؟ بعد ذلك يا شباب بدي اعمل ايش؟ اعمل خلط لمين؟ لعينه التربه. فبعمل خلط يا شباب للعينه للسلندر، بعمل قلب له 30 مره في الدقيقه، هيك بعمل له ايش؟ خلط. بعدين يا شباب من ايش؟ بنترك السلندر وبنبدا يا شباب ايش؟ في التجربه نحط جهاز الهيدروميتر. وزي ما قلنا جهاز الهيدروميتر يا شباب راح نعمل، راح نقيس اول شيء عند ربع دقيقه، بعدين نص دقيقه، بعدين دقيقه، والزمن ايش؟ بتضاعف. فلقيت يا شباب بعد ما تعمل التجربه بيجي عندك عشان تحسب يا شباب نسبه اللي هو المار يا شباب، من احنا قلنا لقيتها حسبنا مين؟ حجم الحبيبات. ضل نسبه المار من كل حجم، يعني قد ايه نسبه المار؟ نسبه المار يا شباب بيساوي اللي هو اول شيء الار سي بي يا شباب اللي عباره عن الار تبعت قراءه الهيدروميتر اللي قلنا عنها زائد معامل التصحيح تبع درجه الحراره زائد ناقص اللي هو مين؟ زيرو كوركشن. تمام، يعني هذا القانون بنجيب من خلاله مين؟ الار سي بي اللي هي عباره عن ايش؟ زي ما قلنا عيد قراءه الهيدروميتر من نحسب معاها اللي هو معامل التصحيح درجه حراره سواء كانت موجب او سالب زي ما بناخده من الجدول، زائد ناقص مين؟ معامل التصحيح للهيدروميتر لما نحطه في ايش؟ في الميه النقيه زائد الماده المشتته. هذه يا شباب لو ضربته في معامل ايه اللي هو عباره عن ايش؟ عباره عن معامل له في ايش؟ في الكثافه النوعيه تبعت التربه يا شباب، له علاقه في ايش؟ في الكثافه النوعيه تبعت التربه على وزن العينه اللي عندك يا شباب اللي هي بتكون ايش؟ انت اخذت 50 جرام. زي ما قلنا الاي معامل تصحيح لمين؟ للكثافه النوعيه، لانه هم الهيدروميتر انعمل انه يتم الحسابات على انه يكون الكثافه النوعيه تبعت التربه 0.265 يا شباب. فاي تغيير في الكثافه النوعيه تبعت التربه في معامل تصحيح راح يكون اللي هو الايه؟ راح تاخذه من الجدول.
بعدين يا شباب بعدين يا شباب لو اجينا اخذنا عينة يا شباب هاي عندك زي ما احنا قلنا وحنبدأ العينة عند تايم دقيقة عند نص دقيقة دقيقة دقيقتين والزمن ايش بالضعف لحد ما وصل ل 48 ساعة يا شباب. باخذ يا شباب قراءة الهيدروميتر اللي بيتم قراءتها، بتلاقي انه كل شوية عمال ايش القراءة بتنقص، ليش؟ لأنه عبارة لأنه الحبيبات قاعدة ايش بتترسب. بعدين يا شباب بدنا نحسب الار سي بي اللي هي ايش قلنا نضيف على قراءة الهيدروميتر معامل التصحيح تبع درجة الحرارة زائد ايش بتنقص كمان ايش معامل التصحيح تبع الزيرو كوركشن. تمام. بعد ذلك يا شباب عشان احسب نسبة المار راح اجيب كمان معامل التصحيح تبع الكثافة النوعية اضربه في الار سي بي على وزن العينة، ضرب 100% بجيب هلقيت نسبة المار. بعد زي ما حكينا اول محاضرة في الار سي اللي عبارة عن قراءة الهيدروميتر بس ايش بنعدل عليها ايش معامل التصحيح تبع الاف ام اللي هو عباره عن ايش بزود واحد على قراءه الهيدروميتر اللي بسبب التوتر السطحي، لانه من خلال هذه بجيب من قيمه ال اللي هو من الجداول اللي تكلمنا عنهم سابقا، بجيب قيمه ال ومن قيمه ال يا شباب وعندك الزمن بالدقيقه وعندك الاي الثابت كمان بجيبه من الجدول، بتحسب مين يا شباب اللي هو الحجم الحبيبات. فلما تعبي الجدول في المختبر بتضمن عندك انه عندك اللي هو نسبة المار من كل حجم حبيبات ونسبة المار فيه. تمام يا شباب. لو وبعدين يا شباب لما بدك تيجي ترسم النسب هذه على ايش؟ على رسمة ايش؟ على المخط على الرسمة. بس في حاجة يا شباب انتبهوا لها، هل لقيت انت لما تعمل العينة هذه انت لما تيجي بدك ترسم لو بدك ترسم هذه لو بدك تعمل رسم بس لهذه العينه بتيجي ترسم على القيم هذه يا شباب انه والله عند 0.068 90% يعني تيجي بترسم منحنى بس لمين؟ للقيم هذه النسب هذه مع القيم. لكن لو انا بدي ادمج المخطط اللي انا رسمته تبع العينه هذه مع تبع العينه تبعت ايش؟ السيف اناليسيز ايش اللي بده يصير؟ هلقيت يا شباب احنا لو افترضنا انه العينه هذه كانت 50 جرام احنا قلنا 90% من العينه راح يعبر على منخ الرقم ايش 0.068 90% ايش من العينه. طب لو انا بدي اجيب العينه ككل اللي هي عينه الاساس اللي هي لو جبنا عينه عملناها على السيف اناليسيز وجبنا الساند بعدين عملنا الهيدروميتر اللي هو اللي عبر على منخ الرقم 200 وطلع معانا هذه البيانات، ايش اللي بدي اسويه يا شباب؟ بدي اخذ كل نسبه يا شباب من هذه النسب واضربها يا شباب في نسبه في اف 200، يعني والله قد ايه اف 200 طلع معي في التجربه؟ يعني طلع اقول 50% بدي اضرب النسب هذول يا شباب في 50% هيك بطلع يا شباب مين؟ نسب المعدله اللي بقدر بقدر ايش؟ ارسم اكمل رسمه على مين؟ على الرسمه السابقه يا شباب. اللي هو زي هنا بقول لك يا شباب لو كان عندك اللي هو حجم نسبة المار من خلال رقم 200 أقل من 90 بيلزمك تعمل التجربتين يا شباب زي ما احنا حكينا سيف أناليسيس بعدين تعمل مين تجربة الهيدروميتر. وبعدين يا شباب زي ما قال لما بدك تيجي تحسب اللي هو نسبة المار من أي منخل بدك تيجي تحسب النسبة اللي طلعتها ضرب إيش نسبة المار من منخل رقم يا شباب إيش 200. تمام. وهيك بتقدر انك ايش تدمج الرسمتين يا شباب، يعني تقدر تدمج الرسمه الاولى اللي هي تبعت السيف اناليسز مع الرسمه تبعت مين؟ الهيدروميتر. هيك يا شباب بكون عندك ايش؟ يعني مطلوب منكم يا شباب انك تدمج الرسمتين مع بعض، يعني ترسم تبعت السيف اناليسز مع رسمه مين؟ الهيدروميتر مع بعض. تمام يا شباب؟ قلت لو يا شباب انتقلنا احنا ما قلناش عن ثابت تبع درجه الحراره. راح تلاقي يا شباب موجود في التلخيص لانه هنا موجود قانون بس عندك في التلخيص موجود ايش؟ جدول جاهز. يعني لو اجينا يا شباب للتلخيص تبع الهيدروميتر نفس اللي حكيناه في
الهدف من التجربة، وانه على قانون ستوك، وانه الحبيبات الاكبر حجما هي اللي بتترسب، وهي شباب جهاز الهيدروميتر، وهي الادوات اللي بنستخدمها في التجربة يا شباب، وهي خطوات التجربة يا شباب. زي ما قلنا نعيد، اول شيء بنقوم بتجفيف العينة المرة من اخرى رقم 200، وناخذ منها ايش 50 جرام، بعدين بنملأ كوبين بمقدار 125 ملي، بإضافة اللي هو العامل اللي بيعمل على انتشار حبيبات التربة، الصوديوم هيكسا ميتا فوسفات بنسبة 4%، أي 5 جرام. بعدين يا شباب بنملأ الأسطوانة الضبط بمحتوى أحد الكوبين، ثم نكمل الأسطوانة عشان أحسب إيش هذا الزيرو كوركشن يا شباب. بعدين يا شباب الكوب الثاني إيش اسمه التربة بنضيفها للكوب الثاني، وبنضيفها في خلاط لمدة من 3 ل5 دقائق يا شباب. وبعد ذلك بنضيفها للسلندر سيدلمنتيشن عشان ايش تبدا الترسيب، وابدا اعمل العينه يا شباب. وقلنا اول شيء بتعمل ايش، نغلق فوهه الاسطوانه، بنعمل على تقليبها 30 مره خلال دقيقه. بعدين يا شباب كل ما انت تعمل كل زي ما قلنا احنا ربع دقيقه دقيقه يا نص دقيقه دقيقه، وبتمشي على الزمن، كل قراءه بتاخذ قراءه الهيدروميتر يا شباب مع ايش قراءه درجه الحراره. تمام يا شباب. ومنضلها تستمر العينة يا شباب حتى قلنا احنا 48 ساعة، او حتى تصبح قراءة الهيدروميتر يا شباب بتساوي ايش الزيرو كوريشن، يعني اتصل خلاص انه فيش كل الحبيبات اترسبت، وانه الهيدروميتر يديك قراءة نفس القراءة اللي حطيناها في ايش في المية النقية زائد المادة المشتتة اللي هي زيرو كوريشن. هاي يا شباب نتكلم عن ايش القانون اللي تكلمنا عنه، الدي بيساوي كي في جذر ال على تي، بس اللي بيفرق يا شباب كان عندي في التلخيص عبارة عن ايش الثابت ايه، هان عبارة عن كي بس مسمى. يعني قلنا الكي بيعتمد على الثقل النووي، بيعتمد على درجة الحرارة. والآلي يا شباب قلنا بنجيبها من قراءة الهيدروميتر، وكمان الآلي يا شباب ايش اسمه بدها قراءة الهيدروميتر اللي بنجيب من خلالها الآل بدها تعديل، اللي هو التعديل ايش اللي هو تبع اللي بنزود واحد على قراءة الهيدروميتر بسبب التوتر السطحي. يعني يا شباب الجيتا قلنا اللي هو الآل بتجيبها من ايش من قراءة الهيدروميتر، بس ايش بزود واحد بسبب ايش التوتر السطحي. احنا قلنا انت راح تاخذ القراءة راح تبين انت من هان، لكن هي راح تكون ايش هاي القراءة تكون من هان، فراح تزود قيمة واحد لان القراءة بتبدأ من صفر وبتنزل، فانت لو قريت 9 لا هي 10 بتكون. تمام يا شباب. بعد ذلك يا شباب بعد ما انت تجيب التي والال والكي تحسب مين يا شباب الحجم الحبيبات. بعدين يا شباب زي ما قلنا بدك تحسب مين اللي هو الار سي اللي بنحسب من خلال نسبة المار من كل حبيبة من كل حجم، اللي هو عبارة عن الار تبعت قراءة الهيدروميتر بدنا نقص منها الزيرو كوركشن، وبدي ازود له مين معامل الحرارة. معامل الحرارة ممكن زي ما قلنا يكون موجب أو سالب حسب الجدول، لأنه هو مضبوط على درجة الحرارة يا شباب 20، فإذا كانت أقل راح يكون سالب، وإذا كانت أكبر راح يكون موجب. بعد ذلك يا شباب في عندي نسبة المار زي ما قلنا الآر سي اللي بنجيبها ضرب الإيه اللي هذا معامل تصحيح للكثافة النوعية، لأنه أنا بتكون مضبوطة الكثافة النوعية للجهاز على أنه تكون التربة 0.2.65، فإذا كانت غير هيك بطولها من الجدول على وزن العينة. بعدين يا شباب قلنا إذا أنت عندك تجربة السيف أناليسز قبل، فأنت يعني بعد ما عملت التجربة أنت بدك تجيب النسب هذه بالنسبة للسيف أناليسز، فأنت بتضرب النسب بتطلع معك ضرب الأف 200 يا شباب. هاي هذه يا شباب الجداول، هذا جدول تبع الكي اللي هو اللي قلنا عنه بين درجة الحرارة والثقل النوعي، وفي عندك هذا اللي قلنا عنه جدول بين قراءة الهيدروميتر يا شباب ومن الآل، وفي عندك كانت جدول تبع كوركت تبع الحرارة. قلنا لما تكون الدرجة 20 بتكون صفر، كل ما قلت درجة الحرارة عن 20 كل ما بكون ايش سالب، وكل ما زادت عن 20 بكون ايش معامل تصحيح ايش موجب. وفي الكوركت بسبب ايش قلنا الايه اللي عبارة عن ايش؟ الثقل النوعي قلنا احنا عند 0.65 بيكون واحد معامل تصحيح، اذا كان اقل ولا اكثر عندك في التربة بتاخد المعامل اللي بيكون عندك. هيك يا شباب بنكون ايش؟ انهينا تجربة الهيدروميتر.
يعني زي ما قلنا بدك تاخذ القيم وتمشي عليهم خطوه خطوه، كل زمن قد ايه حجم الحبيبات وقد ايه نسبه المار، وترسم في الاخر ايش؟ رسمه التدرج الحبيبه. يعطيكم العافيه شباب.